باش نشربوا مع بعضنا منتجات تجميليه غريبه وفريده من نوعها. اول منتج هو الماسك الغريب هذا، هو مش ماسك، هو كريم ترطيب اسمه ميموري كريم، كريم الذاكره. خليكم تشوفوا معايا الخامة. جيلي، عرفتوا كيما جيلي؟ عبارة عن عصيدة. باش نهز كمية صغيرة ونحط على وجهي. او خذيت كمية كبيرة. عمل مساج للوجه. انا عش حاسة روحي غسلت وجهي بالماء البارد، عرفتوا ما فيه تلج، نفس الشيء. تو فهمت علاش يسموه ماسك الذاكرة، على خاطر مهما خلطتوه يرجع للقوام نتاعو العادي. شنو الفايدة من الحكاية؟ الله اعلم، لكن كمرطب يهبل. المنتج من كوريا على فكرة. المنتج الثاني بتاعنا هو بودرة تثبيت، لكن مش اي بودرة، قوامها غريب. اولا لا شفتوا، مانيش فاهمة نستعملها قبل ولا بعد كريم الاساس. هنا كل شيء مكتوب بالكوري ولا بالصيني ولا معرفتش شنو هي اللغة بالضبط. خلينا نجرب نستعملها، معنا مخاسرين. نجي معها اسفنجة كيما هكا. ردش على كريم الاساس لكن طفات اللمعة. وات؟ واو، في الاول خفت لا تفسد كريم الاساس متاعي وتكتلو ويولي هكا كيل كيك، لكن ابدا. لحظة شوفوا اللمعة رجعت في وجهي، حسيت تأثيرها فقط فوري، يعني كيف تحطوها اللمعة تطفى ومن بعد دقيقتين ثلاثة وتعاود ترجع. كل رجع بعد ما عملت لا تعالوا توا للروج هذا، اكيد راكم شفتوا دعاية عليه، ديما نشوفوا على الفيسبوك، على الانستغرام، على التيك توك. يجي بالشكل هذا. كيفاش نحل؟ يدور. الحاجة المتميزة فيه طريقة الاستخدام متاعه، طبعا لانه على شكل فم فيكفي انكم تحطوه في فمكم وتسحبوا ويعطيكم الروج المثالي. خلينا نجربه. اوه ماي جاد، كلون حلو، يعني لونه مش بطال عادي. كطريقة الحقيقة طريقة فاشلة جدا. أول حاجة بما أنه صيني طبعا الكواليتي متاعه خايبة على الأخر، أنا حطيته في فمي وهو تنحى. وما هوش عملي أبدا، مش عملي، لأنه أسهل بالنسبة لي أني ناخد الروج ونحط الروج عادي في فمي، أسهل برشا من أنه يكون الروج بالكبر هذا ونحطه وبعد ندور. حاولت نحيه لكن قعد لي برشا على فمي. anyway نتعدى توا للمنتج اللي من بعد اللي هو المسكرة هذايا. دونك مسكرة صغرون يجي كما هكا، ما نعرفش اذا كان شفتوه في فيديوهات قبل عند الكوريين يستعملوه برشا، الكوريين ولا الاسيويين بشكل عام. بالنسبه لهم هذا يطول اكثر من الفرشه الكبيره العاديه. دونك خلينا نجربوا البيبي فرشه. الحاجة الباهية اللي لاحظتها انه حتى اذا كان كثرت من الطبقات ما يتكتلش. الفرشة تحفة للموش الصغيرة تحتانية. اوكي الايجابيات، الايجابيات متاعه انه لانه الفرشة صغيرة فتدخل وتحط الماسكارا حتى على الرموش القصيرة وسهلة انها تدخل في وسط العين. الحاجة السلبية مش سلبية هي، لكن ما حسيتش انه معناها فرق واسع ولا شاسع ولا افضل بشكل كبير من الماسكارا العادي. عندي انواع متاع ماسكارا بفرشه عاديه يعطوا نتيجه افضل برشا، دونك مانيش نرى في فرق واو. نتعدى توا للمنتج اللي متحمسه اني نجربه. دونك خذيت البلاشر هذا احمر خدود، يجي شفاف بالوان مختلفه. دونك خليني نوريكم، خذيت اربع الوان لهنا. فما احلاها، لهنا عندنا الشفاف الاخضر، الازرق والوردي. هذا العادي وهذا الازرق، فما فرق صغير. خلينا نجربوهم، باش نجرب واحد على وجهي والبقيه باش نجرب نعملهم سواتش على يدي، باش نشوف الاربعه باش نجرب بعضهم شنو الفرق ما بيناتهم. كما تشوفوا
شوفوني برشا نجربوا من المنتجات هذو، خاصة احمر الخدود كان يكون شفاف وكل، ولا يكون مثلا ازرق ويتحول حسب البي اتش نتاع البشرة. انا من الناس اللي ما تمكياجش برشا في سير الايام، فنخيرهم كحاجة طبيعية، يعني يعطيو نتيجة طبيعية. النتيجة نتاعو ياسر حلوة وخفيفة. خلينا توا نشوفو الحاجة اللي زادت فضولي اكثر، شنو الفرق ما بين الاربع الوان. لهنا اللي جربته انا على وجهي الشفاف، شفتو كيبدا على البشرة مباشرة يكون اغمق، نتعدى توا للازرق. الاخضر. اخيرا الوردي. انا ما حسيت فما حتى فرق ولو كان بسيط، يعني نفس اللون فيهم الكل، ما تفرقوش انه واناه. المنتج تحفون حلو، ننصحكم تجربوه، لكن اذا كان باش تجربوه خذوا لون واحد فقط، يعني زيد خساره فلوس اذا كان تاخذوا الاربع الوان وهما نفس اللون بالضبط. المنتج اللي من بعد هو الايلاينر الجاهز هذا، كما تشوفوا مكياج عيون جاهز جست تلصقوه. فيه ستريس، تعرفوا توا فما موضه ستريس، نتمنى يطلع يصلح بالحق خاطر يوفر علينا برشا مجهود وقت، خاصه بالنسبه اللي ما يعرفوش يعملوا الايلاينر. نحاول اني نقربو الماكسيموم للمور. اوب او نو، يسق امور واضحه ويصير حلو، لكن مشكلة في أول العين. خليني نجرب الجهة الثانية ونقص فيها شوية قبل ما نحطها. خسارة، شفتوا الشكل من تالي رائع محلاه ولاصق بالقدي بالقدي، لكن في الجفن المتحرك هو اللي جاي هكا غريب، اصلا ماهوش مريح للعين. لهنا انا باش نحاول نقصها من النص، دونك نخلي كان الجزء الاخير. خليني نشوف شنو يعطي توا. تروحي فسدتهم لانه الجزء الحلو هو اللي فيه ستريس، فيه اللمعات هذوكا. ايش قولكم هكا؟ بصراحة هكا مش بطل، خير برشا. النتيجة تحسوها ماهيش كاملة، يمكن إذا كان نزيد شوية نعمله بالأيلينر نريقلو. إما خاصة للصور، وإلا إذا كان عندكم منعرفش مناسبة خفيفة، مش أكيد مش مناسبة كبيرة، ولا خطر تحسوه فيك، يعني حاجة فاني مثلا عيد ميلاد مع صاحباتكم مش تعملوا تصور، جست حل بديل للي فريمو ما عندهمش مع المكياج جملة. الأخير هما أعواد الروج هذو، أكيد راكم شفتوهم عندي برشا، نشوف فيهم يعني من مدة طويلة تقريبا نعرفش 4-5 سنين، لكن عمري ما جربتهم. دونك يجيو في باكو كيما هكا، كيما باكو الدخان. الله يسترنا. العواد هذوما كيما العواد القطنيه اللي نستعملوهم للتنظيف. عندي الاحمر الغامق، الاحمر اللي افتح واللي افتح، والورد. العود يجي كيما هكا، نجي نكسره وسط الخط الاحمر هذاك، على اساس كي نكسره لازم يهبط هنا وتوزع عليا. شفتوا قديش لونه برتقالي؟ يمكن خاطر انا حطيت الروج نتاع البكري مازال في فمي، اما لونه برتقالي على الاخر. كما تشوفوا جيت نحيه ما حبش يتنحى. هيلب. بالضبط كما الحنة، عرفتوا ساعات تقوموا من النوم تلقوا كحنة في ايديكم؟ عمري ما عرفت شنو تفسيرها، لكن ديما تصير لي. نجرب الاحمر هذا ان شاء الله يطلع احمر. حاجه اللي ما فهمتهاش اللي كنكسره من هنا علاش ما يهبطش. نجرب كعبة واحدة أخرى. يلا. أوب. سقط لي يدي. هذي ذكرتني بالطنطورة الحمراء، تعرفوها الدواء الأحمر هذاك اللي نحطوه كي يجي مذكر. نفس الشيء، واحد جيخ وبطوني. وعمل طنطورة. ولا كنا نعملوها قبل كي كنا صغار. هذا نفس الشيء، صبغ لي يدي حتى هو. نكمل نجربه هنا. يشيح فيه صافي صافي، لازمكم دوب ما تحطوه ديريكت تمسحوه.
هلا بصراحة لونه حلو، النتيجة حلوة، حتى على الخدود كمان تشوفه حلو جي، لكن المنتج في حد ذاته انك تكسر انه ما يهبطش من بعد يطيح على يديك كذا ما هوش عملي حتى هو. يعني اغلبية المنتجات هذو مع الكوريين ولا الصينيين وكذا، لا تحس الصينيين اكثر، الكوريين فريما يخدموا برشا على العملي وفي نفس الوقت يكون معناها النتيجة متاعه حلوة، لكن نحس الصينيين يمشيوا اكثر للحاجات اللي تجذب الانظار، يعملوا فيديوهات تكون هكا ياسر واو، وما يهمهمش معناها في انه المنتج يكون يعني يكون مناسب للاستعمال اليومي والا لا. انا شخصيا منتج كما هكا دونك نتجاوزه، ما يستحقش حتى باش تجربوه. وفوالا هذه بالنسبه للفيديو متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي.